مبادرات فنية ثقافية لخلق وعي اجتماعي واسع بحلقة لمسات لليوم. من الإضاءة على الملف الغذائي اللبناني من خلال التوثيق الفوتوغرافي مع المصور مروان تحتح. عم فرجي هذه الثقافة المختلفة بهول الصور. تشجيع التبادل الثقافي بمرمخايل هالمنطقة القديمة الحديثة بمشروع إن مرمخايل. مرمخايل ضيعة في مدينة. تبادل فني ثقافي بيجمع فنانين من أنحاء العالم بـ The Airmail Project. So we really wanted this idea of cultural sharing around the world. أجواء متوسطية وبساطة مريحة بمزيان. فتشي على المكان بيوحي للمدينة. وصولاً للغوص بأعماق الزيت من خلال أعمال الفنان رفيق مجذوب. I think art found me in a strange way. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، تابعونا. مرمخايل شارع ما فقد طابعه التقليدي بالرغم من التطور العمراني السريع بالمدينة. مرمخايل مشروع بيلقي الضوء على الفنانين الشباب والحرفيين الموجودين بهالشارع من تنظيم شركة غايا هيريتج وبتمويل من الاتحاد الأوروبي كجزء من مشروع مادنتا. بيمتد هالحدث على أسبوع كامل مليء بالنشاطات. من هالنشاطات اخترنا نضوي على أعمال طلاب الهندسة المعمارية، كما كان لنا لقاء مع مؤسس غايا هيريتج جورج زوين ليخبرنا أكثر عن هالمشروع. مرمخايل تبنى من شي 4 سنين عم نتابع التطور تبعه كحي. تعاوننا بالأخص هلأ مع بعض الدول حول البحر الأبيض المتوسط بناء على تمويل من المجموعة الأوروبية. المشروع اللي عم نحكي عنه هو مشروع مدناتا، يلي هو مشروع بيتعاطى بدراسات إمكانيات وإيجاد سبل لاستخدام الفن والحرف المعاصرة والديزاين التصميم كوسائل لتنمية أما إعادة تأهيل أما إعادة إحياء أحياء تاريخية بمدن. اخترنا نحن حي مرمخايل لأنه هو الأول حي ببيروت أما بلبنان أنشئ فيه بشكل عفوي أول تجمع لإبداعيين ببيروت. العمل اللي عم نقوم فيه نحن بالوقت الحاضر في مرمخايل مبني على دراسات طويلة قمنا فيها السنة الماضية حول المجتمع والديموغرافية تبع الحي، حول المورفولوجيا تبعه، حول وضع الأهالي والسكاني والاقتصادي، حول وضع الإبداعيين ودورهم وحاجاتهم. النتائج اللي وصلنا عليها أنه في بشكل جميل جدا تجاوز بين حاجات الأهالي وحاجات الإبداعيين. الفرق الواحد اللي لقيناه بين هودي وغيرهم هو الفرق اللي موجود بين الأهالي والسكان والزوار والإبداعيين مع اقتصاد الملاهي في الليل. اقتصاد الملاهي بالليل عم بيعيش على أسس تقريباً غير أمنية. هيدا انعكس كثير على حياة الحي وشوه شوي حياة الحي. يلي عم نجرب نحافظ عليه هي يلي سمت لي عالمة اجتماعية من الجامعة السعودية قالت لي مرمخايل ضيعة في مدينة. هالحي القروي يلي موجود بأكترية أحياء باريس مثلاً أما لندن نحن عم نفتو ببيروت. لازم الاقتصاد ينمى، لكن لازم ينمى بنمط إنساني يتماشى مع حياة إنسان، ما يجي يضرب حياة إنسان يضرب الاقتصاد اللي موجود هون حتى يغيره ويأكله. نحن طبعا الهدف يلي عم نطمح فيه خلال المشروع مدناتا أنه نسال على استراتيجية متكاملة، هي استراتيجية إنمائية مبنية على الاقتصاد المعاصر، على اقتصاد المعرفة، على اقتصاد الإبداع. مثلاً هالمعرض يلي رح موجود هنا هيدا معرض مش عن القطعة، هيدا معرض عن فكرة القطعة.
كيف بيجي أنا كمبدع كمصمم كحرفي بلش بفكرة عن قطعة بدي انتجها، بوصل من هالفكرة على القطعة المنتجة اللي فيني سوقها، لحتى يتعرفوا الزوار عن شو منعني بفنان، شو منعني بمصمم، شو منعني بحرفي. من تاني ميلة في عنا بمعرض تاني عن مشاريع قاموا فيها طلاب من عدة جامعات لبنانية بالهندسة المعمارية حول مرخيل، شو نظراتهم للحي، شو الاقتراحات اللي بيقوموا فيها الحي. هيدا مهم كتير، لأنه بالدليل أنه النشأة الجديد اللبناني، الشباب اللبناني اللي عم يتعلموا الإعمار وتخطيط المدن عم يفكروا بمرخيل بشكل مميز ومختلف. ثالث عملية عم محضرين عليها وصار في عندنا تسجيل قوي عليها، زيارات للحي، زيارات اكتشاف للحي، لكن مش زيارات اكتشاف لمعالم تاريخية أما تراثية، لأنه ما في تراث مهم بالحي. التراث تبع الحي اللي مهم فيه هو حياة الأهالي فيه، يلي بنسميه نحن التراث الغير مادي. التراث غير المادي تبع مرخيل أهم تراث المادي. يلي مهم بالتراث المادي تبع مرخيل هو بنية الشوارع تبعه، طريقة العمار فيه، هو بشكل شامل له أهمية. وأكبر أهمية لازم نعطيها طبعا للأدراج اللي موجودة بمرخيل، اللي هي بتعطي الهيكل لها الحي. وأخيرا للإبداعيين للشباب رح نقدم لهم 3 أيام تدريب، تدريب على اللي بيسموه entrepreneurship، على إدارة الأعمال، لأنه طبعا عندهم أفكار جميلة جدا ما رح تشوفوا هون، وعندهم إمكانيات إبداع وخلق أفكار حلوة كتير وقطع حلوة كتير، كيف يسوقوها. اقتصاد الغد بلبنان ما هو اقتصاد المصاريف واقتصاد التجارة واقتصاد الخدمات واقتصاد البور، هيدا معروف. المحرك الجديد، الدينامو الجديدة للاقتصاد اللبناني هي نفس الدينامو اللي رجعت نشطت نيويورك ونشطت مانشستر وغلاسكو، يعني الأمثلة كثيرة جدا. الاقتصاد الجديد هو الاقتصاد المعرفي، اقتصاد الإبداع، الكرياتيف اندستري. فنحن بلبنان متأخرين كثير، خاصة لما بننظر على مدن البحر الأبيض المتوسط، فالنسيا، برشلونة، مرسيليا، جنوة، حتى نابولي، روما، أثينا، اسطنبول، كلهم دخلوا باقتصاد الإبداع وعم بينشطوا. دور بيروت مش ينافس دبي أو أبو ظبي، دور بيروت ينافس مدن البحر الأبيض المتوسط، دور بيروت بالبحر الأبيض المتوسط. هذه الدراسة اللي عم تنعمل من قبل غايا إريتاج عن منطقة مرمخايل ضمن دراسة أوسع تشمل 6 مدن على المتوسط. وقت إجوا لعنا غايا إريتاج عم يسألونا إذا في إمكانية نشارك معهم بهذا النشاط، كانت فكرة بالنسبة لنا كتير منيحة، لأنه نحن هون كمكتب هندسي EJA حابين نشترك أكتر وأكتر بنشاطات بتاعنا بالمجتمع اللي حوالينا وكل شيء بيفيد المجتمع. فتحنا مكاتبنا لهم لهذا المعرض. المعرض هون بالتحديد بتناول مواضيع ودراسات انعملت بالجامعات عن منطقة مرمخايل من قبل 4 جامعات ندعوا، اللي هن ألبا، AUB، LAU ولبنانية. كل جامعة اشتركت ب3 مشاريع، فيهم منهم مشاريع عندهم حجم أوسع كتنظيم مدني، ومنهم أكثر هندسة معمارية. نحن هو المشاريع الجامعة اللبنانية الأمريكية، هالمشاريع كلها هي بتشتغل على عمل تحية المنطقة أو تنمية المنطقة من أول وجديد بالنسبة لمرمخايل. أول مشروع هي مكتبة عامة، المشروع الثاني عنا هي حاضنة مؤسسات وشركات اللي بتطبق أفكار، مشروع ثالث عنا مثلا المدرسة المهنية اللي بتجرب تطبق كمان أفكار للعالم اللي يكونوا متخرجين جديد من الجامعات. عنا مشاريع تانية كمان مثل مكاتب ومجالات للإكزيبيشن ومثل متاحف، وكل هالمشاريع هي بتشتغل على تنمية المنطقة من أول وجديد بتعزيز الثقافة اللبنانية والتراث العالمية. احنا صراحة كل المبادئ اللي عنا هي بتحسينة التنظيم المدني تبع المنطقة، وبأنه نعزز الأسس اللي كان عنا إياها من قبل مثل
القطار اللي كنا نيجي قبل مثل للتوصيل مثلا كيف كانت منطقة مرم خايل ومنطقة مندور كانت منطقة واحدة اجرى الاوتوسترات فصلنا منطقتين وعم نجرب نرجع نوصلهم ببعضهم. هذا البروجكت هو موجود لحال انه فكرته انه يكون موجود بالكارانتينا. الفكرة تاعته هي انه يتوصل على منطقة مرم خايل بتنزيل الاوتوسترات تبع شارل الحلو انه نرجع نعمل جنريشن للمنطقة ونرجع نوصلها من اول جديد بمرم خايل. كل المشاريع اللي بنعملها بناخذ بعين الاعتبار هول العالم بدهم يكونوا ساكنين بهالمشاريع او ساكنين حد المشاريع انه شو بيصير فيهم بالنسبة للتنظيم المدني. نظرة الطلاب اكيد مختلفة بمعنى انه ما في هدف لا سياسي ولا ربح ولا شخصي من وراء دراساتهم. دراساتهم بتكون كتير علمية مبنية على توجه موضوعي، يعني بيشوفوا كمان برا شو نعمل دراسات، بيشوفوا شو في مناطق برا كيف نميت باتجاه معين كان منيح للمناطق واستفادوا منها، وكيف في غير مناطق نميت بطريقة ضررت هي نفسها. بيعملوا تحليل لكذا توجه، دايما في أكثر من حل واحد، فيكون في كذا حلول لفرد مشكلة أو لفرد موضوع، كل واحد من جهته بيطرح حال. الحلو هون بالمعرض المشترك لأربع جامعات إنه الكل بيشوفوا الحلول يلي غيرهم طرحها وبيقدروا يتناقشوا بين بعضهم ويتشاركوا الأفكار. هيدا المشروع اقترحناه، اجت الفكرة أول شيء وقت بلشنا نلاحظ إنه المشكلة الأساسية بالمدينة هي كانت الطرقات والتواصل بهالمدينة اللي كانوا هن عم بيقسموا المدينة والمناطق أكثر ما كانوا عم بيوصلون ببعضهم. فبلشنا نشتغل على هول الطرقات اللي لهم حلول، لقى كيف بدنا نظبطهم لنقدر ندمج أكثر المناطق ببعضها من ما نفرقهم. وزدنا على هيدي الشغلة التواصل العام، مثلا الترامواي أو الترين فرنا كمان عيشني. زيادة عن هيدا اشتغلنا كمان على الخضار، فبلشنا نحط حدائق عامة، واشتغلنا كمان على الزراعة بالمدن، على الزراعة المدنية لنقدر كمان نعمل من هالمنطقة يكون عندها اكتفاء ذاتي، يقدروا سكان هذه المنطقة تستفيد من كل هذا المشروع الأخضر اللي عم نعمله. لأن هي كانت منطقة أساساً بالزمانات كانت منطقة زراعية، والنهر بيروت كان عم بيغذي المنطقة، والمنطقة كمان كانت عم تغذي المدينة اللي كان والسكان تبع هذه المدينة. أول شيء كان في نظرة عامة على المدينة وعلى كيف تطورت من 23 لهلأ. صار في نوع من إحصاء للأخطاء اللي صارت بحق الناحية البيئية والتراثية لبيروت، أخذناه ورجعنا بعين الاعتبار عبر كذا طريقة، ومنها إعادة توزيع الاستثمارات بشكل نحافظ على الطابع التراثي للمدينة ومنظر الاستثمار. ومن ميلة ثانية كمان تناولنا موضوع المساحات العامة يلي هلأ منهم عم بيستهلكوها الناس بطريقة مزبوطة، بس اشتغلنا على انه نرجع نضوي عليها ونوصلها ببعضها بشكل نخلق شبكة بيناتهم بيسهلوا استخدام الناس لأنهم. اشتغلنا على إعادة إحياء البنية التحتية للمشاة وإعادة وصلة بالدراج اللي موجودين وبالأعمدة اللي بعضها منه مستهلك من قبل البنايات أو من العقارات المهملة. اشتغلنا على مايكرو انترفنشنز بشكل نرجع نأهل هيدول الأماكن ليقصدون المشاة ونشجعهم أكثر على مواقع يستعملوا سياراتهم. وصار في نوع من زوم إن على الشوارع، مثلاً على الشارع اللي فيه الجاردان دي جزويت اشتغلنا عليه على ديستريكت واحد بشكل يكون عنده اكتفاء ذاتي، وهيدا الطابع نقدر نرجع ننفذه يمكن بوقت لاحق على بيروت الكبرى كلها وتصير المدينة تلقائياً عندها اكتفاء ذاتي. أحد المشاريع اللي عم بيواجه معارضة كتير كبيرة من قبل السكان هو مشروع فؤاد بطرس. اشتغلنا على بروجي بارالل له بشكل نتفادى كل شيء سيء معقول هيدا الجسر يفرضه على المنطقة وعلى طبع التراثي. هلأ ما في شك انه المشاريع اللي بتنعمل بالجامعة ما بيكون عندها اي تأثير سياسي. الهدف كمان تبع المعرض هون انه يصير في تفاعل اكتر واكتر بين التلاميذ وبين سكان المنطقة. دعينا كمان كانوا مدعوين ناس بيأثروا بيقدروا ياخذوا قرارات، ان كان البلدية ان كان نشطاء ان كان ناس عندهم فعاليات معينة،
ليجوا يشوفوا كمان هالدراسات كيف فيها تكون مختلفة وتاخد المنطقة بغير توجه بتوجه مستدام والكل يكونوا مستفيدين منه. حدث بيمتد على 4 أيام نظمه الأورينت إنستيتيوت والجوت إنستيتيوت حول موضوع الغذاء بلبنان والدول العربية تحت اسم Food Fabrication أو صناعة الغذاء. من ضمن مجموعة من المعارض، الأفلام، المحاضرات، المناقشات والجولات حول المدينة، اخترنا نركز على معرض Food for Thought للمصور الفوتوغرافي اللبناني مروان تحتح. صور بحاول صاحبها من خلالها فهم نظرة المجتمع اللبناني للمواد الغذائية المتوفرة بالأسواق. مروان تحتح يلي بدأ مسيرته بال2001 بصحيفة المشرق وانتقل من بعدها للأخبار بيجمع بين الفضول الصحفي، الحس الفني والتقنية العالية. فريق لمسات بيتوجه على جوتا إنستيتيوت بالجميزة للتعرف على أعمال المصور الفوتوغرافي مروان تحتح. كنت على الموتو ماشي وكان في عجقة سير، الصورة حلوة يعني الصورة كتير هيك معبرة ودجاج ومدجاج وشحن، فوقفت بالعجقة بالموتو وعليت الكاميرا وصورت وقتها 3 أو 4 صور طبعا ما في يبقى أكتر كان، فرجعت هادي يعني إذا بدك هادي كانت مدخل للمعرض. أنا جاي من باكراوند صحافي بترك الأشياء مثل ما هي على حقيقتها، يعني لأنه بالأخير الصورة الفوتوغرافية يفترض تلتقط مثل ما هي، يعني ما في غير، أنا ما في زيد ولا نقص، كون عم بلعب هون. من 6 أشهر وقت أجينا التقينا مع الجوتي، مع إدارة الجوتي، وخبروني على البروجي تبعهم عن الأكل وثقافة الأكل، كان الموضوع كتير كبير وكتير واسع، فبدي كنت حدد فكرة معينة انطلق منها، لأنه ما في يعني ما في يعني إذا بدي أخده بشكل عام كتير بياخد معي وقت كتير. أول شيء كنت بدي أعمل ثقافة الأكل بين الريف والمدينة، بلشت صور بلشت أشتغل بس بمحل لقيتها كبير كتير هذه الشغلة وبدها وقت. بلورنا الفكرة وقررت أنه نقي 5 سيري سوق الخضرة والخضار والفواكه، عنا السوبر ماركت والسمان القديم، عنا الدجاج والسمك والخبز. فود فور ثوت فكرة، نحن مناكل منفكر قد منفكر كتير من جوع مناكل، حتى كل واحد بس يروح يشتري أو هذا بيكون عم بفكر، فمن هذا المنطلق أنا من هذا الباب أخذتها. في ناس ما بتتقبل أنك تصوري تحديدا بالأكل، يعني في ناس عندها مشكلة أنه لمين كيف ليش، وفي ناس بالعكس رحبت. وقت كنت عم بشتغل على البروجي طلبت من احدى السوبر ماركات الكبار انه صور عندهم، ولانه عندهم يعني كنت عم بشتغل على سوق الخضره والخضره المرتبه بمحل، ضليتني جمعه وشرحت لهم الفكره كلها وانه فكره ايجابيه وكذا، وبالاخير انه ما عاد جاوبوا ما عاد ردوا. فمش دائما الشكل الحلو هون في اكل نظيف أو طيب أو صحي. في حدا ممكن يشتري من عند بياع سمك بيفان بحي معين الكيلو مثلاً مش بعرفني 10,000 أو 20,000، وحدا تاني ما بيعرف هذا الشيء بيروح بيشتري مثلاً أو بيروح على مطعم بيكون كيلو السمك يمكن 100,000. عم فرج هذه الثقافة المختلفة يلي خاصة بالمجتمع بهول الصور.
مكان بيسحرك ببساطته ليخلق جو مريح لزواره. قصة بدأ منصور عزيز وعبير سكسوك. أجواء متوسطية، قائمة طعام مبتكرة بيتخللها طاجن المغربي والتاباس الإسباني، بالإضافة لخيار واسع بالمشروبات خصوصاً المحلية. جولة بميزيان مع أصحاب الفكرة والمكان بيتخللوا لقاء مع الشيف ديما حشيشو والفنانة التونسية غالية بن علي اللي بتحيي حفلة ارتجالية بالمكان. مزيان بالمغربي يعني طيب، يعني طيب. يعني المغرب بتسألي كيفك بيقولوا مزيان، أو بتسألي كيف الأكل بيقولوا مزيان. وقت فتحنا من شي 4 أو 5 سنين أول شيف اشتغل معنا صديقي اسمه طيب بالصدفة، اسمه إلو؟ ايه. واو أوكي. وهيك كنا نفكر بالاسم للمحل، فكرنا بطيب بس. أطلع معكم مزيان. طلع مزيان. أوكي مزيان. مزيان. ب 2008 يمكن كثير من المحلات القهاوي القديمة ومطاعم قديمة تسكرت، صار في كثير مطاعم بسموها تشينز اللي بأغلبها مطاعم أجنبية، ويعني أنا وأصحابي ما بنحس فيها روح. قالوا المحلات اللي بنعرف صاحب المحل وبنعرف الشاف مثل ما قلنا كأنه جايين على البيت. ايه فمن هالمحل المنطلق. هو قبل ما يكون هون المحل كان بسانتر استرال، وكان نابع من حاجة انه حابين يكون فيه بالحمرة مكان بسيط وحميمة الناس فيها تاكل وترقص وتنبسط بالموسيقى، وما يكون المحل مفزلك بالمعنى انه الواحد يحس حاله كأنه في جو مفروض عليه او لازم يكون عم يتصرف بطريقة معينة. البساطة هي بتركب ساعتها جو مختلف، الناس بيشاركوا بإنتاجه للمكان، يعني مش بس المكان فارض نفسه على الناس، الناس كيف تتعامل معه للمحل هي اللي بتركب هويته. شو أكتر شيء بتحبي بالمحل؟ الشبابيك اللي فوق. الشبابيك اللي فوق؟ ليه؟ لأنه بفوتوا كتير ضو حلو بالنهار، مع أنه مزيان كتير معروف أنه بيجي عليه الناس بالليل وبالليل بمفول، بس أنا كتير بحبه أكتر بالنهار. بالنهار هاي المساحة الكبيرة بيفوت عليها ضو كتير حلو من كل الجهات، وبتعطيه هيك جو كتير عاكس عن الليل. الليل في شي صاخب والناس بدها تحكي، والنهار كتير رايق، محل فيك تقعدي وتفكري فيه وتشتغلي وتقري وتكتبي. لما استلمنا المحل كان كتير معتم، وكان جزء أساسي من الفكرة تبعنا هو كيف نحسس الواحد لما يفوت إنه المحل شرح، إنه بيفوت له ضوء، وإنه حاسس إنه فايت على بيته. فواحدة من الأشياء الأساسية كانت إنه كيف نفتح كل الواجهات ونكسر هاي العلاقة المسكرة بين برا وجوا. فكان بدنا هذا الامتداد بين الداخل والخارج، إن كان من هذه الجهة أو بعلاقته مع شارع الحمراء. ففتحنا كل الواجهات. حبيته انه يكون هيك مغربي، او كمان على الاكل كمان هلا هو خليط، هو في اكل اكيد في كميه كبيره من الاكل اللبناني، في اكل حلبي، في ارمني، في سوري، وفي شوي تونسي ومغربي. ما في بيروت محل بيجمع مغربي او تونسي. يعني كنت قبل بالمغرب، رحت سافرت على المغرب. ايه مشيت بزاف على المغرب. مشيت بزاف على المغرب. شو هي؟ رحت كثير على المغرب. انا عم فكر انه عم بسمع وصوتك ما عم بفهم. <تصفيق
الشباب يعني شو بيكون يعني اهم مكونات او اكثر اكلات بيجوا على راسنا؟ اهم اكلتين بالمغرب هن طبعا الكسكس والطاجين. والطاجين ايش اكلاتنا؟ يوه اوكي ثانك يو. لانه في حماس. هاي لحم غنم على الطريقه المغربيه وحر شوي على فكره. وهيدا خبز من هلا معمول على الفرن الحطب. رائعة عن جد رائعة. ديما صعب واحد يطبخ أكل المغربي وتونسي وكله؟ إذا بتحبي ما في شيء صعب. وقد صار لك بهذا المجال؟ صار لي تقريبا سنتين ونص. أي شيء إكزوتيك العالم بيحبوه، أي شيء هيك غريب ونكهة جديدة. بركي لأن ما في كتير منه بلبنان. أي ما نحن عنا عادة بالأسبوع في مرتين يعني ليلتين عنا إيفنت. نحاول نعمل إيفنت يعني نهار أو ليلة بكون جاز وليلة بكون شيء شرقي. شرقي بين مثلا قدود حلبية أو في فرق لبنانية بتجي عنا. والقلب خدوم ما كانش تاني روح وروح وروح. مين غالية بن علي؟ غالية صديقة ومثل كثير أصدقاء بيجوا على بيروت بيعتبروا المحل مثل بيتهم وبيقعدوا بيسهروا معنا وبيقرروا هيك انه يغنوا او يدندنوا اذا معهم عود او فاي عندنا دائما بيكون عندنا سهرات هيك لا عفويه غير منظمه ارتجاليه. اكتشفت مزيان في اخر مره جيت فيها. اصحابي جابوني المزيان. اول حاجه عجبتني في مزيان تصاور كلام بالتونسي عم سامي الصور تصاور القدامى والمكان اسمه مزيان يعني كلمه من المغرب. حسيت روحي في الدار عنا في البيت يعني. حسيت حالك مكانك بالبيت. حتى انه المره هذه وقت اللي رجعت لبنان على طول كلمت منصور قلت له هاني جايه ونعملوا قاعده. نحب بالأخص نسافر كل حرية بين أنواع كل الأنواع الموسيقية كل ونحب نكتشف حاجات جديدة. نحب نغامر. فأنا موسيقتي تجمع أشياء كثيرة تجمع هو كأنه دفتر سفر يعني كأنه كتاب نكتب فيها مغامرات وحكايات. مبتكرة ومشروع جديد من نوعه بيشجع على التبادل الثقافي عالمياً. The Airmail Project مشروع عالمي للفن التجريبي بيجمع 16 فنان من 16 دولة مختلفة بيتواصلوا بالمراسلة تيكملوا أعمال بعض ويخرجوا بنتيجة واحدة. هالأعمال اللي عرضت ببلدان مختلفة بتوصل اليوم للبنان وتحديداً لفيشنسي بالحمرة يلي بيعرفنا عليه مؤسس المساحة أمين دادا. هون سبيس هو لشركة افيشنسي شركة جرافيك ديزاين وويب ديزاين بيست بلندن. حبينا بما أنه عندنا مساحة زيادة بالمكتب ما عم نستعملها فتحنا هالسبيس لحيالله حدا عنده موهبة وحابب يعرض يبلش مسيرته الفنية ويطور. من شي 3 سنين تقريباً لهلأ صرنا عاملين بحدود ال 14 اكزيبيشن
أما المعرض وفكرة المشروع فمنتعرف عليهم مع المنظمة والفنانة التشكيلية لارا سالمن من الولايات المتحدة الأمريكية والفنانة التشكيلية سابا صدر من لبنان. The idea was born in a Skype conversation between me and my friend Richard. He's a London-based artist, and we were actually, the Skype conversation, we were talking about something completely different. And then he said, you know, I have this idea for this project I want to do involving artists around the world, and I want us to each start a work and to mail it to an artist in another country, and them to work on it and to mail it to an artist in another country, and them to work on it. That's when it started. We really wanted this idea of cultural sharing and around the world. We've both traveled a lot, so we know people or have connections around the world. Some of them were Google, like Googling artist websites. It was a process to get that many artists and to get them to commit. So largely my participation was coordinating the artists and coming up with the order and making sure that things were getting mailed somewhat on time. But my actual artistic work on them are all in this corner. I tend to work with organic materials when I'm working in two dimensions, so less traditional paint. So this one, I think this one has an interesting story. This one started in Hungary with Maria, and she was supposed to mail it to Saba in Lebanon, and she mailed it, actually, she mailed it twice to Lebanon, and it didn't make it to Saba. And there was like confusions with the postal service and not knowing about when it had arrived. And so then finally in the end, we're like, we're running out of time. Okay, we're gonna mail it to me in Los Angeles where the post is pretty dependable, and I'm gonna work on it. So it came to me, and I decided here, she'd done this little center here with these crazy colors, and she'd called it the Secret Garden. And so I'd made this mermaid figure on, and that's my lizard's scales. And then I mailed it to Sweden, to Robert, and he then added these faces, and he actually put colors on top of my lizard scale. This one, I started this one, and it was actually started out as a rather abstract self-portrait, and then it went to Sweden where Robert added in the lips and the nose, and he gave the eyes more dimension, and I no longer feel like it's a self-portrait of me. And then it went to the Ukraine where Anastasia added in these crazy rats and this yellow. It took a level of vulnerability to know that your work could be changed and your name would still be on it, and it would still be responsible for that work. I was first contacted by Lara Salmon. She and I knew each other 5 years ago and have maintained contact since then, since she started studying in Lebanon. And we have an understanding of what kind of artistic inclinations we have. When she started looking for candidates for artists that could fit the mold of this project, the experience of collaborating with other artists and being involved in an art process was possibly the best thing about this project. I think it went without saying that we were accepting the fact that this piece is going to change, and I think that's primarily the basis of this project, seeing how one piece of work could celebrate not just one artist, but all three artists that were involved. I contributed with this the wool here and the thread here, and this is because these are the materials I was working with at the time. And this being the first piece I sent out, and with a lot of delay, I try to think of the best way to start a piece.
and I was learning carpet weaving at that time. And I was surrounded by all this cotton thread and wool. And so instantly I thought, this is what I should apply. So I sent this sheet of paper, and I was already trying to produce something here with the wool and the thread. And what I did in the end is take this and wrap the what you see here as it is. Once I sent this out to South Africa, the second artist, Andile Dialvan, he decided to add this this corn here that he drew onto the paper, and it somehow complemented this, I guess, because it reminded him of a stalk of corn. Then that went out to Colombia to Federico, who applied this paper cutout of this drawing and this girl here, and over time this became a complete piece. I've never looked at a piece and admired it for what I gave it. And I never like describing a piece only according to myself. And in this way, I can actually describe a piece according to what at least two other artists have contributed to it. And this is more, this resonates closer to the kind of work I'd like to do. And I've been hoping for a chance to be able to collaborate with other artists. And when this opportunity arose, I was very happy. Well, this show itself is potentially going to show in Cape Town and in London. Also, participants have been talking about organizing this idea of taking a work and passing it on to another artist and passing it on in their own cities. المطر في داخلي أو رين أون مي بجاليري أرتون 56 صراحة صدق وواقعية عودنا عليهم بأعماله يلي بيطرح من خلالها المواضيع بطريقة جريئة وعصرية. أسلوب فريد بيتميز بالغوص بأعماق النفس، وبدورنا منغوص بحياة الفنان رفيق مجذوب من خلال مقتطفات من وثائق عنه لآن ميغالا. هالفنان يلي ولد عام 1971 هو اليوم رسام وفنان جرافيكي عصامي مقيم ببيروت. نتعرف سوا على رفيق مجذوب. ~90% of our dreams, we describe the dream, but we never say color. But usually when you talk about your dreams, you just talk about the story of your dream. I was hit by a car when I was 3 years old. My sister told me that she saw the car hitting me and flying, I don't know how many meters, and hit the street, and was a taxi driver, actually. I remember going to the operation room and the color red. The blackout was like a red color. And then I woke up in the room with my leg was lifted up in the air, okay, with the strings and to attach the bones in. They had like a metal thing going in from one side, going out from another side. I freaked out. They explained to me that they had to put a screw to hold the two bones to reattach. After years and years and years, I made the screw as a symbol. In Arabic, the word screw means burghi, burghi. I like the sound. As a nickname, I used to call myself burghi. I came in Beirut, 91. Summertime, I remember. Everything was completely destroyed. It's for me black and white. I don't remember colors. Coming to Beirut and seeing all this mess was perfect.
I want chaos. I didn't even think or imagine what I will do. I never was introduced to art as art, but I love to just to scribble it. 2 or 3 days a week, I used to hang around in this bar and called Uncle Sam's. It's on Bliss Street in Hamra. This bar was a big hit in the 70s, even during the war. I was kind of the new guy, you know, who is this guy who's sitting on the bar with my sketchbook and do scribble, 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 and listen to good music, and started to meet people, and they're involved into art. I met 2 artists, Flavia Cozzi and Fulvio Cozzi, and Christine Tome, she's a curator now. And they encouraged me, you know, why don't you paint? I started completely colorful, naive, completely naive. It was just a kind of searching. It's always figurative, my work. There's something always with the eyes. I don't know, maybe I look too much in the mirror. I used to talk to myself in the mirror. Flavia introduced me to Amal Trabulsi. She was a gallerist. I showed some works on paper, on wood. I was painting on everything and was experimenting. And I had a good feedback. And I sold at that time, and it was for me, and it's like the first time I make money, you know. I thought, why not to give it a try to continue with this. My work actually changed in 95. I was frustrated of the work I was doing anyway. That all naive work. I felt like I'm saying nothing. For me, it was just decorative. Okay, they look good as a painting. People would say nice, which I don't like that word. I didn't want to be in this kind of safe environment and playing it safe. I had nothing to lose. I didn't know if I'm gonna do this or I'm not gonna do this, so I'm gonna do it my way. My work started to change. They started to criticize me at the time that, no, you cannot show this kind of work. It's aggressive, it's not gonna sell. It was different for the people, like, you know, hard figures with hard lines, and even I used to put sometimes writings with that, you know, it looked kind of graffiti, but it's paintings. I decided to do works very rough on paper, on craft paper actually, on brown paper, and just with very hard lines, and it is aggressive in a way. The way you look at it, you know, you feel aggression. I have one article in a newspaper, but he was just mocking me, you know. Who is this young artist throwing this kind of exhibition, wearing leather pants and putting an earring and showing off? Anyway, it was good. At least he wrote. At least he wrote. You want to call it art? Call it art. But that's it. I don't know why. In some way, I'm kind of obsessed with the headshot, kind of people taking headshot photos, and then it became me, and I was portraying myself. Like I said, I don't need a psychiatrist. I don't need to pay $100 to have a psychiatrist. I have the mirror, I have my room, I can lock myself and talk to myself. That's why I do portraits, portraits of me. It's like a mirror. It describes anxiety. I'm an anxious person. When I draw, I just don't know what's going to come out, and I don't decide, and just a feeling. I just painted out of
just whatever I'm feeling. But I don't have anything to say, I better not do it. I'm not gonna just repeat myself just for the sake of a show. Don't follow the mainstream, yeah. You know, even if the mainstream is becoming supposedly, this is the modern way to talk about, to use art. You have to be sincere and from the heart. And, if it works, yeah, why not? It's even better. انتهت لليوم، لقانا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل، وإذا حبيتوا تحضرونا كمان على www.futuretvnetwork.com. باي باي.